السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو سيكون شرح جد متميز، من خلال أن أول فيديو ستجدونه في المحتوى العربي يشرح هذا الموقع. فهذا الموقع تقريبا معروف في المحتوى الغربي. لهذا اليوم قررت أن أقوم بشرح معكم. سأقوم بوضع إثباتات السحب في آخر هذا الفيديو. بالنسبة للموقع فسأترك لكم ورابط تسجيل في الموقع من هنا، موقع فريجرام. بالنسبة لطريقة التسجيل فهي سهلة مثل جميع المواقع الأخرى. يمكنك التسجيل في الموقع عن طريق فيسبوك أو عن طريق جوجل، حسابك على جوجل، حساب جيميل. طريقة جد سهلة صراحة. وهذا الموقع قد تصل أرباحك إلى أكثر من $1000 على الأقل. $1000 في هذا الموقع، فقد تقوم بالضغط على سين آب وإلى آخره. فهي سهل جدا الطريقة التسجيل، فهي سهلة. تفعل فيسبوك أو جوجل ثم تختم التسجيل الخاص بك. الآن سوف ننتقل إلى الحساب الخاص بي في هذا الموقع. ها هو كما نرى هنا، فأنا الآن أملك من خلال هذه العملة موقع جرام فري، أملك 51.3 جرام، ولكن لسه أملكها كاملة. فبعد أن تقوم ب عندما يقوم الشخص بالتسجيل من خلال رابط الإحالة الخاص بك، يستغرق الموقع بعض الوقت حتى يتأكد أنها إحالات حقيقية وليست مزورة. بينما هذا هو البالانس الخاص بي قبل أن يقوموا بالتأكد بأنها إحالات حقيقية وليست مزورة. بينما أملك الآن ما أعتذر عن هذه الانترنت البطيئة جدا في عالمنا العربي، خصوصا في هذا الوقت. كما نرى هنا أنا أملك 20 جرام. بالنسبة لطرق السحب هي متعددة، بشوي ماستر كارد، فيزا، باي بال، بايونير، متعددة جدا. بالنسبة ل 20 جرام التي أملكها فهي تساوي تقريبا $42 $42، 400 درهم مغربية. بالنسبة لطرق الربح فهي عديدة في هذا الموقع، ولكن أنا أفضل طرق الربح في هذا الموقع هي عن طريق رابط الإحالة، ولكن يجب أن يكون رابط الإحالة حقيقي غير مزور، أو الابتعاد عن استعمال في VPN من خلال تلك الطرق الاحتيالية. فهذا الموقع لن يقبلها، فهو جد صارم. يمكنك الربح عن طريق سمارت كونتراكت من خلال القيام فقط بالتسجيل اليومي، تحصل على 0.5 جرام أو 5 جرام على حسب، فقط 48 دقيقة حتى يكون العرض متوفر، أو من خلال مشاهدة فيديوهات حول هذا الموقع. في هذه الفيديوهات ستجدون إثباتات السحب فقط في هذه الفيديوهات مثل هذه الجرامات، ولكن من أفضل طرق الربح فهي عن طريق هذه اليانصيب أو سبين. دائما السبين بدون أن تقوم بدفع أي شيء فهو مجاني. كل ساعة يمكنك الحصول على سبين. تقوم بالضغط على أن على رون عندما سوف تكمل هذه الساعة، سوف تقوم بالضغط على رول، ثم سوف تحصل على رقم. مثلا انا في اخر سبين حصلت على الرقم 31. هنا اذا حصلت على رقم بين 1 و 980 ستحصل على 0.1 جرام. حصلت على 0.1 جرام كما نرى هنا في اخر سبين عملته. اذا حصلت على الرقم الذي هنا كان بين 981 و 993 تحصل على جرام، وهكذا.
10 غرام 100 غرام 1000 غرام. والطريقة الأخرى في سبين هي أن تقوم بالضغط على هنا بالنسبة هنا وين وين في جميع الحالات ربح في أي رقم سوف تربح. أما بالنسبة لي هنا فيوجد إشكال حيث أنه هو إشكال ولكن مغامرة إلى حد كبير. إذا كان رقمك بين 1 و 500 سوف تقوم بنقص رصيدك من الجرام ناقص 100 ناقص 10، ولكن من 700 إلى 1000 ستربح وسيكون ربح كبير. مثلا 1000 غرام بين 951 سيكون رقمك بين 951 و 1000، بينما إن درنا ربح ربح سنزيد عليك أن تصل فقط على الرقم 1000 لتصل على 1000 غرام، بينما هنا يجب على رقمك أن يكون بين 951 و 1000. ولكن صراحة أنا أفضل وين وين لهذا الابتعاد عن المغامرة. ثم يمكنك الربح عن طريق اليانصيب من خلاله. من هنا تقوم بشراء تيكت كما نرون، تقوم بشراء العدد الذي ترده من التيكت 4 تيكت، كل تيكت تساوي 0.5 غرام. ثم تقوم بعمل بوي وتنتظر حظك. الآن بقت 12 ساعة حتى يتم الإعلان عن النتائج. شريت 3 بطاقات كما نرون أن كل رقم وعدد الجرامات التي ستحصل عليها. كلما اشتريت تيكت كثيرة سيكون نسبة ربحك كثيرة، فأنا اشتريت 3 تيكت فقط نسبة ربحي 0.64 هو هكذا. يعني بالنسبة ما أفضله صراحة هو الريفيرال أن تقوم بدعوة أصدقاء. فصراحة في الربح على كل صديق تقوم بدعوته ستربح 5 غرام 5 غرام كل 5 غرام تساوي 10 دولار. سوف نرى هنا 5 غرام كما قلت تساوي 10 دولار فاصلة. بالنسبة للجرام واحد فهو يساوي 2 دولار فاصلة، كما نرى هنا الجرام يساوي 2 دولار فاصلة 8. بالنسبة إلى قد قمت بدعوة أصدقاء متى سوف يحتسب لي سيحتسب الربح الخاص من خلال الرفيل الخاص بي؟ إن أتينا إلى القواعد سيقول عندما سأقوم هنا لماذا البالانس الخاص بي في الداشبورد يكون أقل عندما أريد السحب. فيقول لك أنه عندما سوف يصل صديقك أو الذي أعطيته رابط الإحالة إلى ليفل 2 هنا ليفل 2 يعني أنهم يريدون التأكد أنه حساب حقيقي، يعني الريفرال وزعته على أناس حقيقيين يريدون العمل في هذا الموقع، يعني حتى يصلون إلى الليفل دو حتى ثم يتم حساب النقاط الخاص بك. فبالنسبة لهذه المواقع العربية لديها نظرة سلبية عن العرب، فهم دائما يعرفون بالاحتيال والسمة طرق حيالية وخداع وإحالات مزيفة. ما علينا، كما قلت هنا عندما سيصل صديقك إلى الليفل 2 سيمكنك أن تقوم سوف يقوم الموقع بحساب الجرام خاص. بالنسبة لإثبات السحب فكما ترون هنا في الصور أمامكم فهي لصديقين أعرفهما جيدا. قبل أن أبدأ في أي موقع أسأل جيدا، فبعدما أن أجد هناك إثباتات سحب خصوصا لأصدقاء أعرفهم فهنا سأعمل بكل ارتياحية ولن يكون لدي أفكار خاطئة عن أنه سوف يتم النصب علي أو ما شابه. كما نرى هنا فموقع جد رائع، أقل مبلغ للسحب ما مهم أقل مبلغ للسحب هو 500 غرام وما يعادل 1000 دولار مليون مغربية مليون سنتيم 1000 غرام 500 غرام وأقل مبلغ للسحب 500 وها في أسبوع إن عملت بجد. أنا قد بدأت فقط اليوم كما ترون هنا أول يوم فقط قد حصلت على 20 غرام ولا حقيقة لم أقوم بالعمل الكثير على هذا الموقع. ويمكنك في أسبوع أتمنى أن تقوموا بالاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله.